السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنخلي الذكاء الاصطناعي نقول له تخيل معنا مثلا تايجر، وهقول له شوية عوامل عبارة عن تحسين لجودة الصورة وتحسين للريندر كأنها متصورة مثلا بكاميرا، فيطلع لي الصور دي. لو ما فيش ولا صورة عجباك ممكن تقول له شوف لي صورة تانية، ممكن تقول له أنا عايز مثلا أحسن صورة فيهم من وجهة نظري، ممكن مثلا إيه الصورة رقم 2، عايز منها مثلا إيه 4 نسخ. تمام، هو يبدأ يعمل لك كريت لي الصورة. الصورة رقم 2 ممكن يكبرها لنا، بيبدأ إن هو يعملها لك تاني بالشكل دوت. طيب ولكن انا عندي صورة مثلا هنا اهي، الصورة بتاعت النمر ديت، ممكن اخد الصورة ديت تمام واقول له هنا، واقول له الصورة ديت، وممكن تحط له بقى شوية عوامل. فبنلاقي جاب لي الصور بالشكل دوت تمام، او كبر لي الصورة ديت وممكن تعدل فيها. طيب فين الصورة اللي احنا اديناها له؟ هو بيدي الحاجة بتاعتنا بلون اصفر. تمام، دي الصورة اللي احنا اديناها له، هو بدأ ان هو يعدل فيها. فانت ممكن تبص كده ان الصورة اللي انت شايف ممكن تشتغل عليها، وليكن مثلا رقم 3. ممكن لو انت عندك صورة تقول له ابلود فايل، ممكن نديله اي صورة. وليكن مثلا صورة الدبدوب الصغير دوت، نديله لابتوب ماشي. وممكن تقول له اللابتوب ان سكاي. ده شكل النمر اهوت، ده شكل النمر اللي احنا اديناه له، بدأ يطلع فيه. هو عمل اب سكيل للنمر. ولو دخلت على الميد جورني هتلاقي كل الصور اللي احنا اشتغلنا عليها موجودة هنا.